الفرن هذا اليمنى روح ايه قلت له حجي بلا زحمه عليك ب 200 الف صمون 200 الف ايش دعوه وعدت ب 504 ما ادري ايش قد يا معود 200 الف صمون تلاف تلاف اي خليته يحسب بالصمون ما لي شغله بي اني باوعته هيجي على البيتي فور اي عيون شلون هذا هش هش هذا هذا وين شاي قرقطوه لا يبوع 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 بالحلق عيني كم تسلج هذا البيتي فور حجي بيش الكيلو قلب 10000 قلت له حط لي طنين طنين بيتي فور طبعا طبعا مدلت عجل شون تلاف لك تلاف تلاف وين ما عليك وين وديهن انت شو عليك اي بعد شخص خليته يحسب بالبيتي فور ومدري شنو يوزن انا طفرت باوعت هيجي قلت له بلا زحمه عليك الكعك الكعك هذا بيش قلب 6000 قلت له خلي لي 6000 طن حلو اي طبعا طبعا 6000 طن وين يوديه شلون يشيل شلون يزخ لك مو ابو قابل هيك قابل تقعد تزبون لا وابو شوبات لعاد يحب الكعك اعطيني كعك اعطيني 50 كونيه خلصها على استكان شاي يخبس بيه يحب الكعك خطيه عاد كعك عنده السكر وكان يبوت اقول لك انت مو تقول ابوه قعد عليه الكونيه مال فلوس ومات لك بابا ابو ابوه مسوي اثنين هاي خبي شنو كافي شين فهمه هذا هذا بس ابو السمسين ابو الدهن بعدك ما ماخذ بعدني مو مصي التفتت هيك على ابو الدهن قلت له طنين من هذا ولك عمي شلون تنقل للبيت طنين ولا توديهن شو القضيه على اجتاف قابل يعني اجرت تريلات تريلات اجرت اثنين مدري ثلاثه والله زين وصلت للبيت نزلوها الحجيه قالت ايش دعوه قلت له بالعافيه اكلوا تريدني القى لك شاره يا معود لا حجي اني شنو اني مو على اكل اصرف انا على الفقره هذا عبل انساني عشتيته وليش الفقير شنو اعطيه 500 الف ربع لا كله شده 10000 دولار شده الفقير ايه لا ما اعطيني فلوس شاف هسه انت شنو فقير انت معدك قهوه خير من هذا تجيك فلوس شنو هاي طبع بني ادم طبع ما يلقف بي طبع بيت فد يوم دامشي لقيت فقير قاعد مسكين مسكين خطيه مديت يدي بجيبي وطلع لك الشدة ناقصة ورقة وطلعت يا قلت لهاك عمي هذا حلال رزقك يعني لين بشاي لو عندك كان اعطيت اكثر ايه اسمع مشيت شوي لقدام هم لقيت واحد فقير زين مديت يدي هنا ماكو الشدة ما نصرفتها مديت يدي بهذا الجيب هم ماكو انطاك هو لا شنو انطاني هو شنو انطاه هو يعني هو جدي لا اول وتقولي ليش تقعد بالكهوة لا تقعد بالكهوة لا خلنا كمل تشفص بالسالم خلنا كمل 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 فوز سالم مديت يدي طلعت دفتر الصكوك واكتب له صك ب 99 مليار دولار كان كل شيء مالي اريد بس 5000 فلوس جاي المهم خويا مشيت لقدام والقي لك واحد هم فقير قاعد ما عندي الصكوك خلصت الفلوس خلصت قلت له تعال وكان اخذه من ايده البيت؟ لا للطابو بيوتي كلها سجلتها باسمه قلت له روح حلالك رجعت مرتاح تلاف تلاف مو بيدك مو بيدك